بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما، اللهم امين. معاكم سمسمة من قناة سمسمة للتربية المنزلية للدواجن. حلقة النهاردة هي من قدام الكتاكيت البيضاء، عمرهم النهاردة 9 ايام. زي ما انتوا شايفين بقى الحمد لله ما شاء الله اللهم بارك، يعني كويسين اهو، حجمهم ما شاء الله يعني كويس. هنشوف بقى النهاردة، انا النهاردة هحط لهم حاجة جديدة، عشان كده صورت معاكم، عشان يعني زي ما انا كنت وعداكم قبل كده اي حاجه هحطها لهم هصورها معاكم، يعني اي حاجه جديده هحطها هصورها معاكم. فهشوف النهارده بقى هنحط ايه، ف يعني هوريكم، استنوني. رجعت لكم تاني. النهارده بقى انا هحط على العلف وعلى الميه، على الاتنين، هحط على العلف حبه البركه اهي، شويه برضو كده رشه بس كده، ونقلبه برضو، نقلب يعني العلف كويس. وهحط على الميه عسل اسود شويه كده برضو، يعني قد معلقه كده برضو، قلبها بس كويس. هحط لهم بقى الميه والعلف وارجع لكم تاني من قدام. حطيت لهم اهو الميه بالعسل الاسود والعلف عليه حبه البركه، وانا برضو كنت شايله الميه من قدامهم من شويه والعلف برضو، ونضفت لهم بقى النهارده هي النشاره نظيفه يعني، ف بياكلوا اهو عشان هما بقى لهم شويه متشال من قدامهم العلف والميه. العسل الاسود طبعا مفيد جدا ليهم، العسل الاسود يعتبر يعني كفاتح للشهيه، وفي نفس الوقت فيه فيتامينات وفيه املاح معدنيه، فبيساعدهم يعني، وبيساعد برضو على نمو الكتكوت يعني بشكل كويس، وبيزود يعني معامل التحويل برضو بتاع الكتكوت. حبة البركة بقى طبعا دي برضو مفيدة جدا جدا، اللي هي الحبة السوداء. حبة البركة برضو بتزود المناعة، وبتساعد برضو على النمو، برضو تعتبر كمنشط نمو، وبتزود برضو من وزن الكتكوت. فأنا بحطها لهم يعني النهاردة اللي هو اليوم التاسع واليوم العاشر، بحطها لهم يومين، حبة البركة على العلف والعسل الأسود على المية زي ما قلت لكم كده، هي رشة، أنا بحط يعني رشة حبة البركة كده وبقلبه كويس، والعسل الأسود يعني تقريبا بيبقى ثابت معلقة كده على المية، وبشيل برضو من قدامهم المية يعني بخليها نص ساعة كده، والعلف وأرجع أحطها لهم عشان يشربوها. النهاردة اهو 9 ايام، وبرضو زي ما وعدتكم اي حاجة هحطها جديدة هصورها معاكم ونشوف. بس هما يعني الحمد لله يعني ما شاء الله، هم زي ما انتوا شايفين يعني هما كويسين جدا، وحجمهم يعني الحمد لله كويس، يعني انا راضية برضو بمجرد النظر، زي ما كل واحد بيبقى عارف كده بمجرد النظر طيره بيبقى عامل ايه، فانا شايفاهم يعني ان هما الحمد لله رب العالمين يعني كويسين. هما بقى بينقوا برضو حبة البركة عشان هي صغيرة في حجم حباية العلف، فبياكلوها. ممكن بقى لما يكبروا بنغليها، بيبقى ليها وصفة تانية يعني، بنغليها على النار حبة البركة مع عسل أبيض وليمون، وبنحطها على المية. بس برضو لما أعملها برضو هصورها معاكم. طبعا النظافة زي ما قلنا لازم لازم تكون على طول الدنيا نظيفة تحتيهم. لو ما فيش نشارة ممكن تحطوا تبن، يعني اللي عندهم تبن او قش، لو النشارة يعني مش متوفرة يحطوا تبن او قش. هنا لسه منضفة لهم النهاردة وحاطة نشارة، انا عندي نشارة فبحط لهم على طول نشارة. بس انا بحط تحتها شوال علشان هي الارضيه بتاعت العشه دي خشب، عشان ما تتبهدلش او ميه تقع عليها مكان السقايه، فبحط يعني بحط شوال، بفرد شوال وبحط تحتي او مشمع وبحط فوقيه النشار. هما بقى فايقين بقى عشان لسه منضفه لهم بقى، وبياكلوا وبيشربوا. بس واستنوني بقى
في فيديو تاني ان شاء الله مع اول حاجة هحطها لهم تاني، هصورها برضو معاكم. ولو في اي حاجة او اي سؤال ممكن تبعتولي في الكومنتات، وما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير للفيديو عشان القناة تكبر بيكو، وتدوسوا على زر السبسكرايب او اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبكم في الله.